توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته وبمفاتح الرحمة من كتابك الكريم وبأسمائك الحسنى وأسرارها المتصلة، أن تغفر لنا برحمتك وترحمنا وتسترنا وتكشف همنا وغمنا وحزننا وتغفر لنا ذنوبنا وترزقنا توبة خالصة وعلما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وارزقنا يقينا صادقا به القلوب عامرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين آمين آمين. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.